المعارك الدولة معارك شخصية والدولة عندها لسان. يعني ايه لسان؟ متحدث رسمي يعني؟ بيطلع الراجل بيتكلم كل يوم بسام راضي، بيطلع الراجل المتحدث بالخارجية، ما هو المتحدث باسم الدولة المصرية دايما الخارجية. عندك متحدث باسم الخارجية احمد بيه ابو زيد، وعندك متحدث باسم الرئاسة بسام راضي، صح؟ بيتكلموا الاطار الرسمي. هل هيطلع السفير بسام ولا السفير احمد ابو زيد يرد على معتز مطر؟ لا طبعا. هيرد على محمد ناصر؟ لا. وتقول لي الدوله ما عندهاش لسان؟ لا طبعا. هو بيديني الداتا، بيديني المعلومات اللي هي الرئيس بعمل وكلا وافتتح وغيره. وانا بشتغل دور الاعلام، هو اللي بيواجه، انا اللي ببحث. مفيش حد بيديني حاجه جاهزه يا جماعه. وبعدين يقول لك اعلام السامسونج واعلام اللي بياخد ويدي. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله، انا بتكلم على انتوا زعين على الهواء ولا معرفش انتوا بزعين. اقسم بالله العظيم ثلاثه لا ياتيني لا على تليفوني ولا بالتغازه ولا انا ما اراه بقوله، وممكن ابقى غلط واحيانا كثيره انا ممكن اعمل حاجات غلط، بس مفيش حد بيملي عليا اقول ايه وما اقولش ايه. ما دي قناعات يا جماعه. وبعدين انا شايف ان احنا، انا شايف انه انا مش جزء من الحكومه يا جماعه، خد بالك برضو فرق. انا لست جزء من الحكومه، انا مش جزء من مؤسسه الرئاسه، انا جزء من الدوله وانت جزء من الدوله. ممكن انت جزء من الدوله في الناحيه المعارضه، برضو جزء من الدوله. يعني ما في ناس معارضه في مصر جزء من الدوله وبحترمهم جدا عادي جدا. انا لسه عامل سلسله مقالات فيها هجوم على بعض رموز المعارضه من غير ما اتطاول على حد. انا يا سيدي مش عاجبني، يا سيدي اداؤه مش عاجبني، انا حر. انا شايف انه في انتهازيه سياسيه في بعض التصرفات، بقولها وبقولها على الملأ ومعلنة. انت مش عاجبك كلامي لكن تقعد بقى تتكلم شغل بقى من تحت تقول لك اصله مزقوق، يبقى انت راجل مش فاهم، اصله هو مرتزق مش فاهم، اصله بينقل.